مرحبا، كيفكن اليوم أصدقائي؟ بخير؟ جاهزين لحلقة جديدة من تعلم اللغة العربية؟ طبعاً. قبل ما نبدأ بحلقتنا خلونا نستمع للأغنية. أنا النملة أعمل ليل نهار، أنا النملة رمز الكد، أجمع أكلي بعد الجهد ليكون قوتي وقت البرد. أنا النملة رمز الجد، أنا النملة أعمل ليل نهار، أنا النملة رمز الكد، أجمع أكلي بعد الجهد ليكون قوتي وقت البرد. أنا النملة رمز الجد. جاهزين لقراءة النص؟ هيا بنا. أرنوب يحلم بالعسل، أرنوب يحب الأزهار كثيرا، لهذا زرعها قرب جحره. في الربيع تفتحت أزهار أرنوب وفاحت رائحتها طيبة، وأتت إليها الفراشات والنحلات. غضب أرنوب من النحلات وطردها، فحزنت النحلات وأردفت قائلة: نحن نمتص رحيق الأزهار لنصنع منه العسل. العسل؟ وما هو العسل؟ قال أرنوب: إنه طعام طيب مفيد ولذيذ، أجابته النحلات. سكت أرنوب قليلاً ثم اعتذر من النحلات وقال لها أن تأتي وقتما تشاء. جلس أرنوب أمام جحره وراح يحلم بالعسل اللذيذ. تذكرتوا للنص؟ تذكرتوا كيف أرنوب عصب لما شاف النحلات عم بتحوم فوق الأزهار اللي زرعها حد بيته؟ ولكن بس عرف ليه عم بتحوم؟ لحتى تمتص شو؟ رحيق الأزهار. تذكرتوا شو يعني؟ هيدا السائل اللذيذ الطعم، طعمه حلو، بيكون على الأزهار. تجي النحلات بتمتصه لتصنع منه العسل. فبس عرف هالشي اعتذر منهم وقال لهم: تعوا امتصوا هالرحيق ساعة اللي بدكن، أنا ما رح أزعل. ليه؟ لأنه عرف إنه بيصنعوا منه العسل، والعسل طعمه طيب، والهيئة أرنوب بحب بطنه كتير. تذكرتوا للنص؟ ننتقل مع التمارين التالية بعد هالوقفة. أرنوب يحلم بالعسل، أرنوب يحب الأزهار كثيراً، لهذا زرعها قرب جحره. في الربيع تفتحت أزهار أرنوب وفاحت رائحتها الطيبة، وأتت إليها الفراشات والنحلات. غضب أرنوب من النحلات وطردها، فحزنت النحلات وأردفت قائلة: نحن نمتص رحيق الأزهار لنصنع منه العسل. العسل؟ وما هو العسل؟ قال أرنوب: إنه طعام طيب مفيد ولذيذ، أجابته النحلات. سكت أرنوب قليلا
ثم اعتذر من النحلات وقال لها أن تأتي وقت ما تشاء. جلس أرنوب أمام جحره وراح يحلم بالعسل اللذيذ. جاهزين لهالتمرين؟ هذا التمرين انتو كتير بتحبوا، طلعوا شو هو ورتبوا الكلمات لأحصل على جملين مفيدة. إذا عندي مجموعتين من الكلمات وبدي ركب جملتين مفيدتين. النحلة رحيق، ما رح أقول شو يعني رحيق، لازم أنتو تعرفوا، فكروا منيح. تمتص والأزهر، عندي نوعين من الجمل، جملة فعلية يعني بتبدأ بفعل، وجملة اسمية يعني بتبدأ باسم. منفكر، في عندي فعل بهالجملة، شو يعني فعل؟ حدا عم يعمل شيء، أو من برا أو من جوا أو من جوا من الداخل، يعني إذا أنا فرحته شعور، في شيء عم بيصير، وإذا أنا أكلته من الخارج عم باكل، هيدا اسمه شو؟ فعل. فإذا وين عندي فعل هون بهالجملة؟ النحلة رحيق، تمتص أو الأزهار، وين الفعل؟ تمتصوا، أحسنتم. نشطب، تمتصوا ومنكتب، حاولوا اكتبوا معي، تمتصوا. من الذي يمتص؟ الرحيق، النحلة أو الأزهار؟ شو قولكم؟ النحلة طبعاً، تذكرتوا؟ تمتص النحلة. ماذا تمتص النحلة؟ تمتص النحلة رحيقة طبعاً. شو يعني رحيق؟ فكرتوا فيها منيح؟ رحيقة يعني السائل اللذيذ اللي بيكون على الأزهار. مين بيمتصه؟ النحلة. ليه؟ لأنه هو طعمه طيب حلو. فإذا رحيقة الأزهاري. ثاني مجموعة من الكلمة، القفير، فكروا منيح فيها، النحلة. وتصنع، في، تعيش. والعسل، الشمعة. كتير كبيرة هالجملة. أول شي بتطلع وين في عندي فعل، القفير، كلا، النحلة، كلا. وتصنع، صح، تصنع، عم تعمل شيك، يعني فعل هيدا. وتصنع، أنا فكر، فكر وبكتب، أفكر وأكتب، صح؟ فإذا عندي وتصنع، وتصنع يعني سبق شيء، عملت شيء قبل، فهمتوا علي؟ فكروا معي تشوف، وتصنع، فيني أبدأ الجملة ب وتصنع؟ لا، لأنه في شيء قبلها عملته النحلة. في، أكيد لا، تعيش. فإذا فعل تعيش، نبدأ بتعيش. شو قولكم؟ رح نفكر، تعيش الشمعة، العسلة، أكيد لا. فإذا نشطب تعيش، نبدأ بتعيش، تعيش مين؟ عن مين عم بحكي بهالجملة؟ تعيشوا النحلة طبعا. أين تعيش النحلة؟ فكروا منيح فيها. أين لما أقول أين؟
في عندي هون في، في عندي في، بشطب في وبكتب في. تعيش النحلة في الشمع؟ طبعا لا. العسل والعسلة؟ كلا. وتصنع؟ كمان لا. تعيش النحلة في القفير. شفتوا ليش ما قلت لكم، ما ذكرتكم بمعنى القفير حتى تفكروا فيها منيح انتم. تعيش النحلة في القفير. شو يعني القفير؟ هلا فهمتوا شو يعني القفير؟ يعني بيت النحلة. تعيش النحلة في القفير. وماذا تفعل؟ شفتوا ليش هون ما بدينا الجملة ب وتصنع؟ لأنه في عندي واو هون. فإذا تعيش النحلة في القفير وتصنع. ماذا تصنع؟ وتصنع شو؟ والعسل؟ طبعا لا، لأنه في و يعني سبق شيء. تصنع الشمعة. والعسل. وتصنع الشمعة والعسل. إذن الجملة الأولى، تمتص النحلة رحيق الأزهار. الجملة الثانية، تعيش النحلة في القفير وتصنع الشمعة والعسل. تعبتوا؟ أكيد لا، لأنكم شاطرين. نتابع بعد هالوقفة. قفير، نحلة، شمع، شجرة. تتذكروا الحزورة بالحلقة السابقة؟ رح ذكركن فيها. أنا طائر. أنا طائر. لا أرى. لا أرى في النهار. من أنا؟ طلعوا منيح. أنا طائر. في عندي هون قبل ما احذر الحزوره، ركزوا منيح معي. انا طائر. شو عم بسمع بالاخير؟ نون. ليه عم بلفظ النون انا؟ طائر، مش مكتوب النون. ليه؟ فكروا منيح. لانه في عندي التنوين. تنوين يعني شو؟ ضم طين. تذكرتوا منيح التنوين شو بيعني؟ فإذا أنا طائر لا أرى في النهار. من أنا؟ فكرتوا فيها منيح؟ طلعوا على الشاشة. شو شايفين؟ شو شايفين؟ ما اسم هذا الطائر؟ الوطواط. الوطواط. وطواط. كمان منقول له الخفاش. فإذا اسمه الوطواط أو الخفاش. وبدي إلكن ما تنسوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك اللي عم تمرق بأسفل الشاشة. كونوا نشيطين أحبائي. إلى حلقة جديدة. إلى اللقاء. هيا يا أمي، أمي هالأمي، كي تطعميني فطيرة اللحم. اللحم مفيد والفول حديد، وجسمي بحاجة لكل جديد. ماذا عن الخضار والجزر والخيار؟ فالأول دواء للنظر،
والثاني من أليافه نفيد. هيا يا أمي أمي أطعميني، كل ما هو مفيد كل ما هو جديد.